مع اقتراب عيد الأضحى الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع، عرفت أسعار الماشية ارتفاعاً متصاعداً، حيث أن سعر الأضحية لهذا الموسم سجل قفزة نوعية مقارنة بالسنة الماضية، والسعر مرشح للارتفاع حسب طبيعة الطلب الذي سيزيد مع اقتراب عيد الأضحى. كاميرا العالمية التونسية قامت بجولة استطلاعية لعدد من أسواق الماشية بولاية بن عروس لنقل آراء عدد من المواطنين حول أسعار الماشية. الأسواق ماشي نقول لك يعني الأسواق غاليين ياسر، والأكثرية كذوما تشوفهم كلهم يعني قشيرة. هذاك علاش يعني السوم طالع على الأخر. الأسواق مش نقول لك، يقول لك توا فما علوش يعني نقول لك 570 600 إيش تقدر باللي. أنا دورة مسفية عفيتي لا ثم 300 العلوش. أقل علوش أنا ب 500 يا أختي. 500 شو؟ وما 500 وأنت ماشي باش تاخذي حاجة بيت من العين. وين من 6 دولار؟ فهمتني؟ معناها 50 دينار 6 دولار. الزوالي ما عادش قادر باش يشري بنت عمي. فهمتني؟ أنا من الصبيحة وأنا ندور على علوش أنا ما خديت شيء. يقول لك ب 400 وب 500 ما يزوش حتى 14 كيلو حمص. سوق كرابة. تدخل هنا من 750 ل 800 ل 600. بالنسبة للأسوام غالية برشا. بالنسبة للفلاح يقول لك أنا ما خلصتش، الوكيل زاد يا حليلو، يعني الناس كلها مربوطة ببعضها يعني فهم؟ كما يقولوا هو زاد يا حليل، ترنات الشعير بحسابها، بلطة بن وبلطة القرد زاد وسط 5000 فرنك، يعني زاد شوية من الحاكم يعني ينقص شوي. الأسوان غالية ياسر، علوش عربي ب 450,000. فهمتني؟ حق كهرباء رسانك ولا لينار، فهمتني؟ واحد يحط شهريته ويقعد هكاكا، فهمتني؟ زيد يبعثونا فاتورة الضوء والماء، واحد فما اللي ما يقدرش معناها باش يخلص، فهمتني؟ عاد واحد يولي يمشي يشري طرف لحم وراس وساقين وعلوش وكامل من الجزار، فهمتني؟ ب 150 ولا 200,000، خير من اللي يجي لهنا يحط 450 ويقعد هكاكا. كما رصدت الكاميرا آراء الفلاحين الذين يشتكون من غلاء الأعلاف وما يعرف بالقشارة، الذين يشترون أعدادا كبيرة من الماشية ويقومون بإعادة بيعها مغتنمين فرصة اقتراب عيد الأضحى لربح المال، وكذلك فرض أسعار على حساب المواطن البسيط على حد قولهم. تنعلوش تخفيف في وقته، معناها من تحت وقت في الربيع تقديم 250 مسترقب مثلا، من الأخ 250 دينار الصغير، العام فيه 365 يوم، فكروا لله كل نهار ياكل دينار، كل نهار دينار، كل نهار دينار، اضرب لفقيها 350 الف لحقيها ل 250 اقل علوش، قداش تكلف العلوش؟ 600 ولا؟ صحيح ولا؟ كونتار العلف ناخذ فيه ب 66 الف، والواحد ظل مربي 10 على ليش؟ فهمني؟ ظل عائله كامله كيف عيل 9 رقاب، كرني المعالجه وتحت عيل 9 رقاب. وظل نعسوا عليهم على السرقة، مبطلين عليهم الخدمة ومبطلين على كل شيء، ويجي لي هني الواحد وهاو الفلاح غلي علينا السوم، وهاو الفلاح غلي علينا السوم، غلي سوم وين بشتر الزويم، خلي يجيبوا لهم السلع من برا بنيتي، خلي عايد وجيت ماشي نقول يا ربي. الله يقبل شوي شوي، ما ثماش برشا برشا، مش كيما قبل. والله الأسعار العالم عند الفلاحة مو واضحة، مول 500 ياخذ، مول 600 ياخذ، مول 700 حتى 700، ومول الفلاحة معلم. كان 35 دينار. كارت 35 دينار، الفلاح مسكين باللي خذا العلوش ب 250 وب 350 ما خلطش، وتعبوا هو عام كامل باللي يبيعوا ويسموا فيه ب 300 وب 320 وب 350 كيفاش ما يجي؟ ما خلصش، ما خلصش، فهمت؟ معناها هذه كلها مشكلتها الفلاح هي العلف، العلوش العلوش المواطن تاعك، الفلاح تاعك، اشكالت الشعير ب 35 الفلاح ما يخلصش، الوكيل يقول يا حليلي والفلاح يقول يا حليل، على خاطر علاش نحن الروحيه ذي مستعمرين فيها؟ فيها نيابات معناها ما ثمش فيها مراقبات، وكان جات ثم مراقبات سهل، ناي ناخذ اشكال الشعير ب 24 العلوش اللي نبيعه ب 30 ب 250، فما ناخذ اشكال الشعير ب 35 العلوش ما يلزمني باش ما لقيتش روح. العلوش مادام ماناش خالصين جمله، طرنات شعير 1000 كيلو ناخذ بها ب 320 الف، واللي اصبحنا ناخذ بها ب 500 دينار. ماليش مخلصتنا جمله، ريت علوش كيتباع بمليون يبدا هو حتى بشاري 100,000، ما عادش خالصين عليه جمله، يقعد من العام للعام مانيش خالصين فيه جمله. مانيش من قصه العلف، العلف الشعير العربي اللي حكي لك عليه ما يقومش العلوش، العلوش يبقى هو هو اعتبار مش تعلف فيه. كي نعرفوا في الشعير العربي المزرم هذا ما لقيناش فيه قدره جمله. مانيش خالصين فيه حتى بابصر.
من الحاكم اول حاجه من سعره الحاكم العلف هذا ماهوش مقاصرين معنا جبل الفلاح ديما ماكل العصام في مشروه احنا ب 250,000 صغير ويوضع على عام عام عشان نقولوا جمله اللايك ونشروا فيه ب 22,000 واللي يشتروا فيه ب 32,000 من ايش من الحاكم القمح نشتروا فيه ب 22,000 واللي يشتروا فيه ب 33,000. ان غلاء اسعار الماشيه لهذا الموسم قد يحول دون اقتناء الكثير من العائلات التونسيه للاضحيه خصوصا ذوي الدخل المحدود، ليبقى المواطن التونسي وفي ظل الغلاء الفاحش الذي تعرفه الاضاحي بين مطرقه الغلاء وسندان الحاجه. نظم أمس معهد التغذية يوماً مفتوحاً لكبار السن تحت شعار مهما طال العمر تغذيتي هي الكل، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة. وتضمنت هذه التظاهرة تنظيم عيادات مجانية لكبار السن في اختصاص الأمراض الباطنية وطب الشيخوخة والتغذية. من المتوقع أن تلتئم في تونس من 8 إلى 10 من أكتوبر الجاري ندوات وورشات ببادرة من الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية والجامعة التونسية لتنمية التراث والسياحة بالبلاد في إطار برنامج تنمية التراث الأوروبي المتوسطي ومزيد النهوض بقطاع الصناعات التقليدية بتونس. وسيتم خلال هذه التظاهرة رسم خارطة طريق وتوقيع اتفاقيات تعاون بين ممثلي البلدان المساهمة والشركاء من تونس ومن خارجها. في الجزائر أعلنت الرئاسة الجزائرية الحداد الوطني لمدة 8 أيام على وفاة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد بعد صراع مع المرض عن سن 83 عاما. وأوضح بيان الرئاسة أن تشييع الراحل إلى مثواه الأخير سيكون غدا في مقبرة الشهداء في العاصمة الجزائرية. في فنزويلا توجه الناخبون الفنزويليون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 6 مرشحين على المنصب، وإن كان التنافس سينحصر أساسا بين الرئيس الحالي اليساري هوغو تشافيز واليميني الشاب إنريكي كابريليس رادونسكي عن تحالف الوحدة الديمقراطية. هذا ودعا تشافيز الرئيس الذي فاز بأكبر نسبة من الانتخابات في تاريخ القارة الأمريكية خلال القرن العشرين، دعا جميع القوى السياسية والجهات الفاعلة من اليمين واليسار والوسط أن يكونوا على استعداد كامل لقبول نتيجة الانتخابات. وانتشر قرابة 140,000 جندي في جميع أرجاء البلاد لضمان أمن وسير العملية الانتخابية، وينتظر أن تظهر نتائج الانتخابات الرئاسية صباح الاثنين. في إسرائيل أسقط الجيش الإسرائيلي طائرة من دون طيار مجهولة المصدر كانت تحلق أمس في الأجواء الإسرائيلية. واستبعد الجيش الإسرائيلي أن يكون مصدر الطائرة قطاع غزة، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان حزب الله اللبناني يقف وراء إطلاق الطائرة. إسرائيل لم تتخذ قرارا نهائيا فيما يخص ردة الفعل على تلك الطائرة، خصوصا أنها ليست عسكرية ولم تكن مسلحة وإنما هي طائرة مخابراتية. في كوريا الجنوبية أعلنت كوريا الجنوبية عن التوصل لاتفاقية صواريخ جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية تتيح لسيول تطوير صواريخ باليستية طويلة المدى قادرة على ضرب كل كوريا الشمالية ربما برؤوس نووية أكثر قوة. الاتفاقية تنص على زيادة الحد الأقصى لمدى الصواريخ الباليستية الكورية الجنوبية من 3,000 كيلومتر حاليا إلى 8,000 كيلومتر بحيث تكون قادرة على الوصول للطرف الشمالي لكوريا الشمالية. وتسعى سيول منذ سنوات لزيادة مدى صواريخها لردع الشمال الذي قالت إنه طور صواريخ يمكن أن تصل إلى أركان البلاد. نهاية النشرة وهذا تذكير بأهم العناوين. أكثر من 12 حزبا يساريا يتحدون لتشكيل جبهة شعبية معارضة لحكومة الترويكا. هدوء نسبي في قلالة من ولاية مدنين وحملة نظافة لإزالة آثار اشتباكات السبت. غلاء أسعار أضحية العيد ونقصها في السوق موضوع تقرير الليلة. تواصل الاشتباكات والقصف في سوريا ووزير الخارجية التركي يصرح أن فاروق الشرع ملائم مكان بشار الأسد.
أمير دولة الكويت يقرر حل مجلس الأمة.